المنتخب البارح مع الأسف عندنا دراري مزيانين حقيقة تيلعبوا من داك الشهر الرفيع، ولكن مع الأسف الكبير يعني باش يضيعوا داك العدد الكثير ديال الفرص، كان الناس اللي تيلعبوا في فرق كبار ويضيعوا فرص بحال هكاك شوية كانت خايبة، هذا هو. أما من حيث يعني تقريبا على ما عرفت الدار 21 فرصة اللي ضاعت بما فيها البيلانتي بما فيها جوج ولا ثلاثة اللي ضربوا البارير، فشوية هذا نتمنىهم الله تبارك وتعالى يتداركوا هذا الخطأ وبعد مع الكونغو ومع الويتيام دو فينال إن شاء الله نتمنى ويصلحوا هذه المسائل. راه عندهم إمكانيات في النظر ديالي، عندهم دراري اللي هما سوسون دي تكنيسيان اللي قادرين باش يوصلوا إن شاء الله للنهايات، نتمنىهم ليهم الله تبارك وتعالى لأنهم تيمثلوا المغرب وتيمثلوا واحد الدولة اللي هي عندها تاريخ في كرة القدم، نتمنىهم الله تبارك وتعالى يوصلوا للنهاية. هذا اللي نقول لك خويا، المنتخب كان شوية مزيان يعني غير الزهر اللي ما كانش، ما كنا نغرقوهم بواحد خمسة ستة بيوت، وهذاك ضياع ديال بيلانتي كنتمناو ما ياثرش على نصيري، والكعبيره شويه تا هو ضيع علينا بزاف المحاولات، ونتمناو لهم الخير، كنقول لهم لعبوا على التوني وفرحونا. ايوا هادشي اللي كاين، راكم نتوما مغاربه وحنا مغاربه وبغينا نفرحوا كيفرحوا الاعداء، فهمتي؟ اكفس اكفس زعما يعني الجروب اللي بغى اللي هو ضعيف هو اللي فيه المغرب، ما عندناش الصراحه واخا فازوا واخا هاد يعني الجروب اللي عندنا حنا وفرقه ما كاينش كاع في الخريطه كاع ديال البارح هذه، كل المغرب ما كاينش، ما كاين والو، كاين فريق واحد كيف الشرنا هو فريق الرجاء العالمي كيخلي المغرب كيخرج المغرب كله كيفرحنا كل صراحه، غندرها ندو زوره دزنا فهمتي، ولكن جوزيام تور غيكون لعب اخر عاوتاني ما عندناش لعبه المغرب، علاش ذاك الرحيم علاش ما يدخلش؟ ودابا نهار الماتش الاول والماتش الثاني دوك لي سبيكو كيغوتو داك النهار الشوي كيغوتو، دخلوا الرحيمي دخلوا الرحيمي دخلوا الرحيمي، داك ديال البحث هو قال لك علاش الرحيمي ما يلعبش؟ حنا مازال ما كنعرفوا الرجاء، ولا حنا نقولوا بلا ما نمشيو في الستينات ديال حميد بهيجا عليه، وحنا في السبعين كانوا ثلاثه في الرجاء، حمار سعيد بيتشو ويسجل اول هدف عربي وحمار ديال الرجاء، باصير كيسجل جوج اهداف في كاس العالم، الحداوي شارك جوج خطرات في كاس العالم، الدور ميدا احسن لعاب في لا ديسيبلين، حيت ما كانتش ريحه ديال الراجل ما كاين والو بحال شي طاجين، يعني بغينا اللعاب يكون داك الشيء هذا من المدرب خاطئ بزاف، يعني اللعاب اللي كيدخل يعني ماشي كاين اللي ماشي في محله، وكاين واللعاب حتى هما داك الشيء ديالهم ما كيموتوش على الدرابو بحال لي زالجيريا وبحال مصر، هذا اللعاب ديال الاوروب فهمتي خايف على رجليه، كون صراحه حنا ما عندنا والو، والمهم في هذا الشيء كله هو عندنا بغينا نشوفوا الكره المغربيه احسن، نحيدوا علينا الكراطه ديال الفساد الرياضي والفساد السياسي، نحيدوا علينا فهمتي، قلت لك ما كاين على الرجاء العالمي كتبشرنا وكتفرح كتخرج المغرب كله من طنجه للقويله، ومهم نقولوا ديما المغرب وديما الرجاء العالمي، الله يا ربي الله. خويا المنتخب مزيانين لعبوا مزيان، واخا زقلوا بزاف ديال الفرص، المهم ربحوا ثلاثه النقاط ولو عندهم سته نقاط ان شاء الله ردزنا للدور الموالي، ايوا ان شاء الله تشوجوا بهذا اللقب ان شاء الله، الله يسهل عليهم بشويه عليهم ما يتخلعوا ما والو، ان شاء الله راه غندوا اللقب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.